بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الطاهرين والصحابة أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في شرح السلم المنورق المتن للإمام الأخضري رحمه الله، والشرح للعلامة شيخ الإسلام القويسني. وصلنا عند قوله في باب مباحث الألفاظ: مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد، فأول ما دل جزؤه على جزء معناه بعكس ما تلا، وهو على قسمين أعني المفردا: كلي أو جزئي حيث وجد، فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي، وأولا للذات. وصلنا إلى هنا. وأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه أو لعارض إذا خرج. والكليات خمسة دون انتقاص: جنس وفصل عرض نوع وخاص. وأول ثلاثة بلا شطط: جنس قريب أو بعيد أو وسط. فالآن الكلام في قوله وأولا للذات. فيما سبق تكلمنا عن الجزء والكل، وقلنا إن المراد بالجزء ما يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه، كزيد وعمر، وكمثلا عمر بن الخطاب والمدينة المنورة والقاهرة ونهر النيل وخراسان. فكل هذه الألفاظ مفهومها جزئي، لأن تصور معناها يمنع من وقوع الاشتراك. أما ما كان تصور معناه لا يمنع من وقوع الاشتراك فهذا يسمى كلي، كأسد ومدينة وبلد وإنسان وحيوان وضاحك وكاتب وعاقل إلى غير ذلك. وقسمنا الكل إلى ثلاثة أقسام: كل لا يوجد منه شيء، والقسم الثاني وجد منه فرد واحد، والقسم الثالث وجد منه أفراد. فهذه هي التقسيمات الثلاثة، هذا هو أصل التقسيم: كل لم يوجد منه فرد، كل وجد منه فرد واحد. هذا يسمى تقسيم الكل باعتبار وجود أفراده في الخارج وعدم وجودها. فالأول لا يوجد شيء ولا فرد، والثاني يوجد فرد واحد، والثالث توجد أفراد كثيرة، وكل واحد من الثلاثة ينقسم إلى قسمين فتصير الأقسام ستة. الأول الذي لم يوجد منه ولا فرد، لم يوجد منه أي فرد
ينقسم إلى قسمين مع إمكان وجود فرد منه ومع استحالة، يعني يمكن أن يوجد أو يستحيل أن يوجد، لكنه غير موجود. الذي يمكن وجوده وهو غير موجود كبحر من زئبق مثلا، أو جبل من ياقوت، أو زمرد، أو مرجان، أو لؤلؤ إلى غير ذلك، هل هذا موجود؟ هل هذا موجود؟ يمكن أن يكون موجود في الخيال، أنا أتكلم في الخارج، هل موجود؟ لا. هل يمكن أن يوجد؟ يمكن. طيب، هناك مثلا الجمع بين الضدين، هذا معنى متصور في الذهن، يعني أن يجتمع مثلا البياض والسواد في شيء واحد في وقت واحد، هذا تصور في الذهن، لكن باعتبار الخارج لا يمكن وجوده. ونقول مثلا مثال آخر كشريك للمولى تبارك وتعالى، هذا معنى كلي، يعني ممكن تكون الشمس التي يعبدونها من دون الله شريك، أو الأوثان أو الأصنام أو الملائكة أو الأنبياء، هذا معنى كلي، ولكنه يستحيل وجود فرد واحد. والقسم الثاني لا يوجد منه فرد واحد ولكن مع إمكان وجوده. إذن فالقسم الأول انقسم إلى إيه؟ قسمين. ما هو القسم الأول؟ الذي الكلي الذي لا يوجد منه فرد واحد في الخارج، يعني عدم، ما فيش. ومع أنه لا يوجد منه أي فرد ولكن هناك إيه؟ قسمان، الأول مع إمكان والثاني مع استحالة. طب نأتي إلى القسم الثاني الذي لم يوجد منه إلا فرد واحد، أيضا ينقسم إلى قسمين، استحالة وجود غير هذا الفرد وإمكان وجود غير هذا الفرد. فإذا ما أردنا أن نمثل بالكل الذي يوجد في الخارج فرد واحد فقط منه ويستحيل وجود غيره، فنقول مثل إيه؟ مثل الإله في اعتقاد المؤمن، ولا نقول مثل الله، مثل الإله، لأن لفظ الإله كلي، إنما لفظ الله ده علم على الذات الواجب الوجود سبحانه وتعالى. فكلمة إله كلي، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وهناك رسالة مطبوعة للشيخ سعيد فودة، رفع الاشتباه عن كلية الإله، يعني الإله لفظ كلي، وما كان معه من إله، وما من إله إلا إله واحد. إذن فأي إله يعبد يسمى إله، ولكن يستحيل وجود إله إلا إله واحد في اعتقاد المؤمن. أما في لو مثلا بندرس الكفار ونحن بندرس المنطق ونحن كفار مثلا، يعني لا نؤمن بإله واحد، فلا يصح على عقيدتنا أن نقول الكل الذي لا يوجد منه إلا فرد واحد مع استحالة وجود غيره، لا يصح أن نقول مثل الإله، لأننا نعتقد في آلهة كثيرة مثلا، ده على فرض أن نكون غير إيه؟ مؤمنين بأن نكون كفارا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام والإيمان، فلو كنا على عقيدة الكفر لا رفضنا هذا التمثيل وقلنا كيف تقولون لا يوجد منه إلا فرد واحد ويستحيل وجود أفراد
ونقول كما قال القرآن: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. حيكون هذا الكلام كلامنا. لكن الحمد لله أن وفقنا وهدانا للإيمان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فلا نقول لا لم نكن لنهتدي لولا أن أكرمنا الله بالأزهر الشريف، لا، أن هدانا الله للإيمان، والأزهر هو الهداية فلا تناقض. إذن الإله، هل يوجد إلا إله واحد في اعتقاد المؤمن؟ وإن زعم الكافر غير ذلك، وما يوجد منه فرد واحد، ولكن يمكن أن يوجد أفراد كثيرة، كالشمس والقمر. خلق الشمس، والشمس واحدة التي نعرفها أو التي تشرق علينا كل صباح وتغيب عنا كل مساء، هل هي شموس متعددة ولا هي شمس واحدة؟ قد يقول واحد: أين المجموعة الشمسية؟ يا إحنا لا نراها. هل رأيتم أنتم الزهرة وعطارد والمريخ والمشتري وزحل؟ هل رأيتم هذا؟ لا. إحنا يعني نتكلم فيما إيه؟ فيما يقع تحت مداركنا. الشمس ضياء والقمر نورا. فالشمس يوجد منها هذا الشمس ده، هذا كلي ولا جزئي؟ لأنه تصور معناه لا يمنع من إيه؟ الشركة، فيكون إيه؟ فيكون كلي، لكنه لا يوجد منه إلا فرد واحد. واضح؟ وكذلك أمثلة القمر مثلا، القسم الثالث وأيضا ينقسم إلى قسمين، اللي هو إيه؟ ما وجد منه أفراد، يعني الأول لا يوجد ولا فرد، والثاني يوجد فرد واحد، والثالث يوجد أفراد، ولكن هذا ينقسم إلى قسمين: إما أن تكون الأفراد الموجودة في الخارج متناهية أو غير متناهية. بالنسبة لما يوجد منه في الخارج أفراد متناهية، زي الإنسان، الإنسان الموجود منه أو ما وجد بالفعل في الخارج منذ خلق الله أول إنسان وإلى آخر إنسان، هذا متناهي ولا غير متناهي؟ لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكل ما دخل تحت الحصر أو تحت الإحصاء فهو متناه قطعا. يبقى الإنسان والحيوان والفرس والشجر والحجر، كل هذا إيه؟ ها؟ متناهي. طب غير المتناهي، قال والله غير المتناهي ده احتاروا فيه، فبيقولوا ايه؟ الذي هو غير متناهي طبعا كيف يكون موجود، يعني وجد، يعني او دخل الوجود، وأي شيء يدخل في الوجود. الوجود ده عبارة عن إيه يا مشايخ؟ عارف الشقة دي أو الحجرة اللي إحنا، الغرفة اللي إحنا فيها، المكان ده، اعتبروا ده الوجود. فأي شيء يدخل فيه يبقى محصور، لأنه انحصر بين حاصرين، عدم لاحق وعدم إيه سابق. فكل ما دخل في الوجود فهو متناه قطعا، أي شيء يدخل. يبقى إذا دخل، يعني علامة التناهي أنه يدخل في الوجود اللي هو مسبوق بعدم، اللي هو الوجود الحادث.
طب كيف نقول مثلا في الدعاء لما احنا بندعو نقول ايه؟ اللهم انا نحمدك على ايه؟ نعمك التي ايه؟ لا تحصى، وآلاؤك التي لا تستقصى. بنقول في نعمه تعالى انها ايه؟ ها؟ لا تحصى، مش كده؟ والقرآن يقول كده: وإن تعدوا نعمة الله. طيب يعني هل نعم الله دي موجودة؟ موجودة، دخلت في الوجود؟ نعم. يبقى إذن تحصى، أي حاجة دخلت في الوجود لابد من الإحصاء. دخلت يعني مثلا زي العداد، عارف لما تركب التاكسي يعمل ايه في عداد؟ يعد. ده وانت برا مش ممكن يعد، لازم تدخل ايه؟ داخل. دخلت اول ما تدخل يبدأ ايه؟ يعد. انما قبل الدخول في عدد؟ ما فيش. يبقى معنى نعمك التي لا تحصى يعني ما من نعمة الا ويمكن ان يعطينا الله تعالى افضل منها، وهكذا. فالنعم الإلهية أو التي يمكن أن ينعم الله تعالى بها على عباده بإمكان أنه ما من نعمة إلا ويمكن وجود، من ناحية الإمكان لا تحصى، لأن دائرة الممكنات لا تتناهى، إنما من ناحية الوجود الفعلي فهي محصى، وكل شيء أحصيناه في إمام إيه؟ مبين، مش كده؟ وكل شيء أحصيناه كتابة. يبقى إذا معنى كلمة لا تحصى يعني من ناحية أو من باعتبار الإمكان، ولكن باعتبار الوجود الفعلي فهي محصى. إذا فلما مثلوا بإيه للقسم الأخير قالوا إيه؟ ها؟ نعم الله، مش كده؟ لأنه لكن الأفراد الموجودة من النعم متناهية. أما معنى قوله لا تحصوها يعني بحسب عقولكم وطاقتكم البشرية لا تستطيعون، لكن الله الذي خلقها وأوجدها يعلم عددها. إذن فهي تحت الإيه؟ تحت الحصر، ولكن لا نستطيع إحصاءها، لأنه إيه؟ الإمكانات اللي عندنا أو القدر البشرية لا تستطيع. يعني بالضبط حيب لك تعالى حيب لك حفنة رمل، عارف الرمل؟ وأقول لك عد إيه الذرات الرمل دي، لا تستطيع. ليه؟ هل لأنها لا تعد؟ لا، هي تعد. لو جبت مكبر كبير وكبرت الحبات، بس لما تيجي تعد واحدة تفر، المرة هتشتغل المكيف فتعجز. ليه؟ لأنها صغيرة جدا. إنما لو كان عندك ربنا أعطاك طاقة أو قوة تستطيع عدها. طب أنا بلاش الرمل، أنت أديك عد الشعر اللي مش هتستطيع لشدة تلاحمه ودقته، ولكن إيه لو قصينا كده وقعدنا نعد وجبنا كلفنا ناس وأجهزة معينة ومكبرات ممكن نعد الايه الشعرات. مش في حديث ان ربنا يعتق في ليلة النصف من شعبان بعدد شعر غنم بني كلب؟ ما بيبقى في عدد ولا ما فيش؟ في عدد، ولكن العجز عشان ايه؟ القدرة بتاعتنا ضعيفة لا تستطيع ذلك. يبقى لا يصح التمثيل بايه؟ ها؟ من نعم، خلاص؟ لأنه إحنا بنتكلم على إيه؟ باعتبار الوجود، والنعم باعتبار الوجود تعد وتتناهى باعتبار الوجود، أما باعتبار الإمكان لا. طيب إذا نمثل بإيه؟ البعض مثل بإيه؟ بكمالات الله تعالى، ولكن إحنا بنقول إيه؟ المنطق مقيد بالوجود الحادث، وكمالات الله تعالى قديمة، هي قديمة وهي غير متناهية، إلا أننا لا نقول إنها دخلت في الوجود لأن الوجود قديم، والمنطق مقيد بإيه؟ بالعلم الحادث. إذن فلا يصح التمثيل بإيه؟ بكمالات الله تعالى.
طيب إذن فما هو المثال الصحيح؟ قالوا المثال الصحيح هذا لا يتمشى أو لا يصح إلا على مذهب الفلاسفة، لأنهم قالوا بقدم الأفلاك، وقالوا بأن الحركة حركة الفلك لأنها توجد وتنعدم، الحركات حادثة، ولكن ما من حركة إلا وتسبقها حركة إلى لا أول، إذن فتكون الحركات موجودة ومتعاقبة وغير متناهية. بس هذا على عقيدة مين؟ على عقيدة الفلاسفة. ولذلك أهل السنة والجماعة أسقطوا القسم السادس، قالوا لأنه لا يوجد له مثال على معتقد أهل السنة، والأمثلة اللي جبناها طلعت غلط. ما تنفعش ليه؟ أنا قلت لكم ده، أنا وضحت ليكم، يعني كل ما جاء يجيبوا مثال ما يعني عند التدقيق لا يصح، لكن إذا حبيت أنت تتغاضى وتعتبره صح ماشي. هو بيجيب لك أمثلة باعتبار الإمكان مش كده؟ لكن احنا عاوزين باعتبار الإيه؟ ها؟ الوجود. خلاص كده الدرس السابق انتهى، ادخل في اللاحق. مين اللي هيقرأ؟ أي واحد يقرأ وخلاص. يلا يا شيخ محمد أسمعنا الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا معلومهما وعلومه في الدارين آمين. وأولا للذات إن فيها الدرج تنصبه أو يعاد إلى خرج. هو بيقول ايه؟ فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي. فبيقولوا اولا، يعني بيتكلم هنا على ايه؟ ها؟ على ايه؟ على الجزئي ولا على الكلي؟ الكلي خلاص ما لوش دخل، ساب الجزئي. واولا اللي هو ايه؟ ما هو بيقول كده، بيقول فمفهم اشتراك الكلي ده الاول، والثاني اللي هو الجزئي. فراح قال اولا بدأ يدخل في تفصيل الاول الذي هو ايه؟ واولا لما تيجي تعرف اولا كده مفعول لفعل محذوف يفسره انسبه، يعني يقول لك انسبه اولا اللي هو جاي بعده، اينسب اولا وهو الكلي. فهنا هيقسم الكلي إلى إيه؟ إلى ذاتي وإلى عرضي، مفهوم؟ طيب كيف يكون ذاتيا وكيف يكون عرضيا؟ وهو الكل للذات، يعني أولا للذات، المراد بالذات الماهية، والماهية أصلها كلمة مركبة من إيه؟ ما وهو، ما هو، فركبوها كده بقت ما هي، يعني ما هو. فأول ما يقولوا الماهية يعني ايه معنى الماهية؟ يعني الذاتية أو الحقيقة. فكلمة ايه؟ الحقيقة عن التحقق، التحقق الوجود الحقيقي، يعني ان هذا الشيء له حقيقة، يعني ليس الشيء متوهم، ليس خيال، ده هو متحقق، يعني له ثبوت. إذن خد بالك، الشيء باعتبار تحققه يعني هو حقيقة مش خيال، ليس افتراضا أو ليس اعتبارا. أنا بقول لك مثلا هذا ماء، ده شيء متحقق حقيقة. إنما إذا قلت مثلا هذا ماء وأنظر ولا أجد كوب ولا ماء، إذن فده وهم أو خيال أو جنون أو افتراض أو اعتبار. إنما لما أقول ماء والماء موجود أهو، وإذا ما كنتش مصدق الماء تعالى كده نصب عليك حتى يعني تشعر ببرده أو بحره فتصدق. يعني لما أقول لك هذه نار وأنت لا تصدقني، أروح أعمل إيه؟ ماذا أصنع؟ أمسك بيدك وأضعها في الإيه؟ حتى تصرخ فتعترف.
ما هو ما سبيل الاعتراف في هذه الحال. يبقى إذن الشيء باعتبار تحققه وتحققه، يعني هو حقيقة وليس وهم، يسمى إيه؟ حقيقة. طيب، وباعتبار تعينه أو تشخصه يسمى هوية. هو تقول هوية، هو ضم 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 الإيه؟ لأن أنت تقول هو ولا تقول ها، هو هوية. يبقى الشيء هو هو باعتبار تحققه، يعني هو حقيقة، حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها، فالشيء من هذا الاعتبار اسمه ايه؟ اسمه حقيقة باعتبار تحققه. وباعتبار تشخصه وتعينه يسمى ايه؟ هوية. وبقطع النظر عنهما، يعني عن التحقق يعني الوجود في الخارج والتشخص أو التعين، يسمى إيه؟ ماهية. الآن عرفنا الفرق بين إيه؟ ها؟ بين إيه؟ بين ثلاثة، بين الماهية ها؟ والهوية والإيه؟ الحقيقة. أنا حاجة حقيقة متحققة، لكن لما تكون معينة، يعني ده فقه، ده نحو، تعين الشيء. يعني إذن إيه؟ لما يتحدد ويتعين يسمى إيه؟ هوية. ولذلك لما يجي واحد يسألك مثلا من رجال البحث أو الشرطة يقول لك فين، ما يسألكش عن حقيقتك، ما هو يعني الحقيقة أنت حقيقة أمامه مش خيال. هيقول لك أنت إنسان حقيقي ولا مثلا خيال إنسان، مش هيسألك كده، هيقول لك عن الهوية. فين الهوية؟ يعني فين الشخصية بتاعتك؟ عايز يعرفك أنت مين؟ يعني بيقول لك هات البطاقة اللي هي الهوية دي عشان نشوف شخصيتك بالتحديد، مش عشان يعرفك رجل ولا امرأة ولا إنسان ولا، ما هذا معروف، لأنه هذا إيه؟ متحقق. يبقى الشيء باعتبار تحققه يسمى إيه؟ لا، وباعتبار تشخصه وبقطع النظر عنهما الماهية. يعني الماهية أنا ما لاش شأن لي حقيقة في الخارج أو لا، يعني بيقول لك ما هو. فالشيء يتعقل، يعني تتعقل الماهية بقطع النظر عن وجودها في الخارج وعدم وجودها، أعقلها يعني إيه هي، ثم أقول هل ده موجود ولا مش موجود. يعني مثلا لما أقول بحر من زئبق، هل أنا تعقلت وفهمت ماهية البحر ده إنه سائل وزئبق مش ماء؟ لكن هل هو موجود، هل هو حقيقة؟ لا، لكنه إيه؟ ماهية. كما قال إيه؟ وعلمت، قال بعضهم وعلمت أن المستحيل ثلاثة: الغلو والعنقاء والخل الوفي. قال لك يعني العنقاء هنا طائر أو كذا له وصف أو كذا، عنقاء مغرب أو. طب والغول ده حاجة وهمية، لكن فهمنا إيه؟ ها؟ معناها حاجة مخيفة كده، لكن هل لها تحقق في الخارج؟ مفيش. يبقى فهمت الماهية وليس لها حقيقة، لكن إذا كان هناك حقيقة لابد أن يكون هناك ماهية. يبقى الماهية تتعقل في الذهن ثم يقال هل لها وجود خارجي أو لا. إذا فهمنا الفرق بين الحقيقة والماهية والإيه؟ والهوية. والخل، وعلمت أن المستحيل ثلاثة: الغول وهي تاني والعنقاء والخل الوفي. يعني تسمع الخل عن الصديق الوفي تفهم معناه، يعني عنده وفاء وعنده مروءة، ثم تبحث عنه في الخارج فلا تجده، كله يطلع في الآخر إيه؟ صاحب مصلحة. ولذلك قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: عاشرت الناس 50 سنة فما رأيت الخل الوفدة، أو ما رأيت أحدا غفر لي ذنبا.
فمعاملات الناس كما قال الإمام القشيري في الرسالة، بيقول إيه؟ تعامل القرن الأول بالدين حتى ضعف الدين، وتعامل القرن الثاني بالوفاء حتى ذهب الوفاء، وتعامل القرن الثالث بالمروءة حتى ذهبت المروءة. قال وتعامل الناس بعد ذلك، يعني بعد القرن الثالث، بالرغبة والرهبة، يعني يا خايف يا إما طامع. يلا. وأولا مفعول لفعل محذوف تفسره أنصبه الآتي، أي أنصب أولا، وهو الكلي بالذات أو الماهية إن فيها الدرج. يعني متى تنسب وتقول هذا ذاتي أو هذا عرضي أو غير ذاتي؟ إن فيها اندرج، أي اندرج فيها بأن كان جزءا لها. ومتى يكون الكل جزءا من الماهية؟ في حالتين، إذا كان جنسا أو فصلا. يعني هناك كلي داخل الماهية، وهناك كلي خارج عن الماهية. فالداخل فيها المندرج فيها يسمى إيه؟ ذاتي، والخارج عنها يسمى إيه؟ عرض. طيب ما هو الداخل؟ الجنس والفصل، خلاص. وما هو الخارج؟ الخاصة والعرض العام. طيب إذن الذي ليس داخلا ولا خارجا هذا هو النوع، ولذلك البعض سمى إيه؟ سماه واسطة، أو سماه تمام الماهية، لأن الماهية لا تتم أو لا تكون كاملة إلا به بالجنس القريب والفصل القريب. يبقى إذن انحصرت الكليات في خمس. احنا قلنا الجزء خلاص سبناه، الكل ده سواء كان داخل أو خارج لا يخرج عن خمسة، ولذلك قال والكليات خمسة دون انتقاص، يعني من غير نقص وأيضا من غير زيادة. يعني البعض يفهم أن الكليات لا تنقص عن خمسة ولكن تزيد، لا. أمال الكليات اللي زادت عن خمسة دي في التوحيد، في علم الكلام، مش هنا، اللي هي إيه؟ عارفين الكليات الخمس؟ وحفظ نفس، وحفظ دين، ثم نفس، مال، نسب، ومثلها عقل وعرض قد وجب. أو دول ستة زادت، مش كده؟ نفس، دين، مال، نسب، عقل، عرض، ستة ولا خمسة؟ ستة. وذلك بعضه قال هي ست، سماها كده الكليات الست أو الكليات اللي الخمس، يعني ممكن تزيد، إنما هنا لا، لا تزيد ولا تنقص. إن فيها الدرج، أي الدرج فيها بأن كان جزءا لها، جنسا كالحيوان الإنسان، فصلا كالناطق له. طب هل الحيوان بالنسبة للإنسان هل هو جزء من الماهية أو لا؟ ها؟ جزء، إلا أنه أعم منها، يعني يدخل فيها وفي غيرها، يعني ليس مختصا بها. فمثلا الحيوان يدخل في الفرس ويدخل في الحمار ويدخل في أي حيوان آخر غير الإنسان، يعني يشمل الماهية ويشمل غيرها. إذن فإما أن يكون أعم، وإما أن يكون مساويا، خلاص، وإما أن يكون تماما. فالأعم هو الجنس، والمساوي لها هو الفصل، وتمامها هو إيه؟ هو النوع. فانصبه، أي أنصب الأول،
وقد ذكر المصنف في شرحه أن أولا مفعول بفعل محذوف كما قدرناه. يعني عاوز أقول لك الشيخ الأخضري له شرح، هو نفسه مطبوع، شرح الأخضري نفسه، يعني شرح المصنف على السلم، وفي شرح على السلم للشيخ الدمنهوري اللي هو اسمه إيه؟ إيضاح المبهم. في شرح معانا اللي هو بتاع الشيخ القويسني، يعني في شروح كثيرة على السلم، فاحنا اخترنا هذا الشرح. طبعا ده شرح الشيخ الأزهر الشريف شيخ الإسلام الشيخ القويسني رضي الله عنه. يلا. وأن فنسقه مفسر لذلك المحذوف، واعترض عليه بأن نسقه واقع بعد فاء الجواب، وما بعد فاء الجواب لا يعمل فيما قبلها فلا يفسر، يعني ما ينفعش لأنه وقع بعد فاء الجواب. شوف كده اللي هو لم يقل إيه فانسبه إن فيها، إنما قال إن فيها اندرج فانسبه، فوقع بعد. ممكن إحنا نعتذر ونقول إيه هذا أدى إليه ضرورة النظم، يعني هو ليس واقعا بعد الفاء وإنما قبلها، وإنما اضطر في النظم إلى جعله إيه؟ بل هذا جواب. واعترض بأن انسبه وقع بعد، يعني هي الأصل إيه؟ الأصل فانسبه إن اندرج فيها، ولكن هذا لا يساعد عليه الإيه؟ النظم. وما بعد فاء الجواب اللي يجي بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها، يعني لا يصح أن يكون الذي عمل المفعولية اللي هي النصب في أولا الفعل اللي هو انسبه. ليه؟ لأنه ارتبط بفاء الجواب خلاص. هذا لا يعمل فيما قبله، وإنما يعمل فيما إيه، وهو انشغل بالضمير فانسبه، خلاص الضمير إيه مسك فيه، كيف يعمل فيما قبله. فقالوا يعني إذن هو ليس منصوبا بهذا الفعل الذي وقع بعد الفاء، وإنما بفعل آخر مقدر يفسره هذا الفعل. يلا. ووجب بأن ننسبه، يعني لا نقول إنه أنسبه هو العامل، ما ينفعش خلاص. زي مثلا لما اقول زيدا ضربته، لو انا قلت زيدا ضربت ممكن ها زيدا ده النصب، يعني الفعل اللي وقع بعده ده يكون هو العامل في الايه نصب زيدا، انما اقول ضربته يبقى ما يصحش، لانه اللي يكون اشتغل هنا الباب الاشتغال الفعل بالضمير خلاص، وقع الضمير في محل نصب. ده ومين اللي نصب زيدا؟ قال لك فعل محذوف يفسره ما بعده، فيكون التقدير ضربت زيدا ضربته. يعني هذا فسره أو بينه. وأجيب بأن نسبه مؤخر. هذا هو الجواب اللي احنا قلناه، هو الأصل مؤخر من تقديم، زي ما قلنا الأصل وأولا للذات فانسبه إن اندرج فيها، والتقدير أولا انسبه للذات إن اندرج فيها، مش كده؟ طيب إيه اللي خلاها قدم وأخر؟ ضرورة ليه؟ ها؟ ضرورة الشعر أو النظم. وعلى هذا فيكون جواب الشرط محذوفا لدلالة انسبه المذكور عليه، يعني هذا اللي جاي ده دل عليه، قاله الملوي. يعني شوف الأمانة بتاعت العلم، الرجل بعد ما شرح لنا شرح دقيق ما سكتش، ما قالكش انه ده ربنا فتح علي به وده يعني توفيق من عند الله وانا يعني لم يسبقني احد، لا يا رجل، ده قالك ايه قاله الملوي، بخلاف المعاصرين الآن يقول لك هذا يعني أنا لم يسبقني أحد من العالمين، وهو إيه موجود، بس الناس إيه لا تتابع ولا تقرأ، فيظنون أنه إيه يعني يقول
الحق وهو إيه يقول الباطل، ولا يخفى بعد الجواب لما فيه من التكلفات، يعني الجواب ده بعيد عشان فيه تكلفات. وقوله أو لعارض أو ينسب الأول لعارض إذا خرج عن الذات فلا يكن جزءا لها، لا فلم إذا خرج عن الذات فلم يكن جزءا لها، يعني إن دخل في الذات وكان جزءا لها يبقى إيه جنس أو إيه أو فصل. طب وإن خرج عن الذات ولم يكن جزءا لها يبقى إيه خاصة أو إيه أو عرضا عاما، يعني الخاصة والعرض العام الاثنين عرض، عرض خاص وعرض عام. فالضحك للإنسان ده يعتبر ايه ده خاصة، او كان عرضا عاما كالماشي او ايه تاني او المتنفس او الاكل او النائم او الشارب، كله ده عرض عام. انما الضحك هو العرض ليه الخاص. فانسبه لعارض لان تقول كلي عرضي. يبقى الأول هنقول عليه كل إيه ها؟ هنقول إيه في الأول كل إيه ذاتي، والثاني هنقول كل إيه، هما اتنين. وأولا للذات يعني نقول عليه ذاتي، إن فيها يعني إن درج يعني دخل في الذات، دخل في الماهية يبقى هذا ذاتي. أما الخارج عنها اتنين، خاصة وعرض إيه وعرض عام. لم بقي واحد ها. والنسبة على غير قياس، فاعلم أن ما كان جزء الماهية جنسا أو فصلا. هي معنى والنسبة على غير قياس ها. من يشرح أو يقول لي والنسبة على غير قياس؟ مش بيقول لك كل إيه عرضي، مش كده عرضي؟ هل القياس كده؟ القياس ايه؟ يقول لك او لعارض، هتبقى عارضي، ده القياس. فلما يقول عرضي يبقى النسبة على غير قياس، لان القياس ان يثبت الايه الالف، ما هو او لعارض، فتكون النسبة الى عارض عارضي وليست ايه عرضي. فلأجل هذا قال والنسبة على غير قياس. فاعلم أن ما كان جزء الماهية جنسا أو فصلا وهو كلي ذاتي، وما كان خارجا عنها خاصة أو عرضا عاما فهو كلي عرضي. يبقى إذن الكل حينقسم إلى قسمين ها، ذاتي وعرض. والذاتي فيه كام؟ اثنان اللي هم الجنس والفصل. والعرض فيه إيه؟ اثنان، الخاصة وإيه والعرض العام. وقضية ذلك خروج النوع كالإنسان عن الذاتي والعرض، فيكون واسطة بينهما وهو أحد أقوال ثلاثة. كأنك حتسأل سؤال، طب تقول هو لما ذكر أربعة أمال قضية ذلك، يعني المشكلة في كده خروج النوع، يعني احنا قلنا الكليات خمسة، الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام. طب فين النوع؟ هنا لم يذكره، ما هو قال أولا جاب إيه للذات، جاء بالإيه بالجنس والفصل، وبالنسبة للعرض جاء بالخاصة والعرض العام. فأنت تتساءل أين النوع؟ فقال لك النوع اللي هو الإنسان ده خرج عن كونه ذاتي، لأنه إيه هو ليس مندرج في الذات، ده هو كل الذات وليس خارجا عنها، ولهذا قالوا النوع ده لا نقول عنه ذاتي ولا نقول عنه إيه، فهو واسطة. يعني إيه معنى واسطة؟ كلمة واسطة ده أحد الأقوال الثلاثة. ما هي الأقوال الثلاثة؟ القول الأول ها شوف كده
هذا واحد منها، أن النوع واسطة. إيه معنى واسطة؟ يعني بين الذات وبين العرض، زي الجماعة اللي أثبتوا في علم الكلام حاجة اسمها الحال، الحال ده لا موجود ولا إيه معدوم، فيكون النوع كده. والقول الثاني أن النوع ده ذاتي. طب في هذه الحالة كيف نفسر الذاتي؟ احنا فسرنا الذاتي بأنه ما كان داخل في الايه؟ في الماهية. هنا لو أردت أن تجعل النوع ذاتي فتفسر الذاتي بأنه ما ليس خارجا، لا تقول ما هو داخل، وإنما تفسره بأنه ما ليس خارجا عن الماهية. والنوع ليس خارجا عن الماهية لأنه تمام الماهية، والجنس هو جزء الماهية، فيكون بناء على هذا التعريف النوع ذاتي. بس على أي أساس يكون ذاتي؟ أن تفسر الذات بأنه ما ليس خارجا عن الماهية، وبهذا يكون النوع هو تمام الماهية، أو يكون الذات هو جزء الماهية زي الجنس، أو مساوي لها زي الفصل، أو تمام الماهية زي الإيه، فيكون الذات ثلاثة. ده القول الثاني. القول الثالث اللي هو العرضي، يعني النوع ده عرضي. يبقى عندنا كم قول؟ النوع واسطة، هذا هو القول الأول. النوع ذاتي، هذا هو القول الثاني. النوع عرضي، فيكون العرضي ثلاثة، اللي هو النوع والخاصة والعرض العام. وفي هذه الحالة يفسر العرض بأنه ما ليس داخلا فيها، بأن كان تمامها أو خارجها. شوف التفاسير، خلاص. هذا هو أحد ثلاثة أقوال. يبقى إذن المناطق لهم في تعريف الذات والعرض اصطلاحات كثيرة، ينبني على هذه الاصطلاحات تقسيم الكل. الاصطلاح الأول ما جرى عليه المصنف كما يؤخذ من كلامه بطريق المفهوم مش المنطوق. الذاتي هو من درج في الماهية ويشمل الجنس والفصل من الكليات الخمس. العرضي ما خرج عن الماهية ويشمل الخاصة والعرض العام. الواسطة ما لم يندرج في الماهية ولم يخرج عنها بل هو عينها، هو النوع. يبقى إذن المصنف جرى على إيه؟ على أن النوع واسطة. هذا الذي يفهم من كلامه، هو مش منطوق كلامه، وإنما هو إيه؟ المفهوم. في فرق بين المنطوق والإيه؟ والمفهوم. الاصطلاح الثاني، الذات من درج في الماهية، العرض ما ليس كذلك. وعليه يعني على الاصطلاح الثاني النوع عرضي. والاصطلاح الثالث، العرض ما خرج عن الماهية، والذات ما ليس كذلك وعليه، فالنوع ذاتي. كل ده موجود في حاشية الباجور وحاشية الصبان. خلاص خلصنا كده الكلام في الذات والعرض. يبقى السؤال هنا، النوع فيه كم قول؟ فيه ثلاثة أقوال، أنه واسطة، وهذا ما جرى عليه مين؟ المصنف. أو أن النوع ذاتي، أو أن النوع عرضي. يلا مان. والكليات. والكليات خمسة دون انتقص، جنس وفصل عرض نوع وقص. والكليات بتخفيف الياء للضرورة. يعني إيه بتخفيف الياء؟ يعني أصلها الكلية ياء، فالياء مشددة، فنشدد. هو في حرفين مشددين، اللام الكل، شوف كده، الكلي، فاللام مشددة والياء مشددة، ولكن لضرورة النظم نشدد اللام زي ما هي ونخفف الايه، فلا نقول والكليات، وإنما نقول والكليات. والكليات، الكليات، تقرأ كده الكليات، ولا تقول الكليات. جمع كلي خمسة دون انتقاص. يبقى الكليات ليس جمع كلية. يقول لك كليات الأزهر أصول الدين وش، لا لا،
جمع كلي وليس جمع كلية، افهم. يعني المفرد مذكر، خلاص، زي في قوله تعالى والقواعد، والقواعد من النساء اللاتي، القواعد جمع ايه؟ لا، جمع قاعد مش قاعدة. ليه؟ لانه حامل دايما يقولوش امرأة حاملة، غلط، حامل، ده الفاظ خاصة بالنساء فلا تؤنث، ها، ولا تقول امرأة عجوزة، عجوز بس، خلاص. يبقى هنا ايه؟ القواعد جمع قاعد، والقاعد لا يكون رجلا، خلاص. والحامل يقول هذه امرأة حامل، ويقول حاملة، لأنه لا يوجد رجل يحمل، فإذا إلا إذا كان يحمل على ظهره أو يحمل أوزارا، ممكن تقول رجل حامل وامرأة حاملة إذا كان بهذا المعنى. إنما الحمل في البطن مختص من بالنساء، وكذلك حائض، نقول امرأة حائض ولا تقول حائضة، لا، لأنه ما فيش تذكير ولا تأنيث، لأن الرجل لا يحيض. أيوة، كويس، حلو. خمسة دون انتقاص، أي من غير نقص، أي ولا زيادة أيضا، يعني لا زيادة ولا نقص. وذلك بيسموه إيه ذي؟ هو لماذا قال دون انتقاص؟ المفروض يقول إيه؟ دون نقص أو زيادة، فبيسموه ده إيه؟ الاكتفاء. يعني يقول دون نقص ويريد أنه ما فيش نقص ولا زيادة، فهذا يسمى اكتفاء. زي إيه؟ سرابيل تقيكم الحر، يعني وتقيكم البرد، فده اسمه إيه؟ اكتفاء. أولها جنس، وهو الكلي المقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة. الآن يعرف لنا الجنس. الجنس هو الكلي، خلاص، وليس جزئي. ما فيش حاجة اسمه جنس جزئي، الجنس لا يكون إلا كليا. كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة واقع في جواب ما هو. افهم التعريف، كلي، ها، مقول يعني يطلق على كثيرين، والكثيرين دول مش متفقين في الحقيقة، إنما هم متفقين في شيء ومختلفين في الحقيقة. يعني الحقيقة اللي هي النوع، يعني مختلفين في النوع ومتفقين في الجنس. واقع في جواب ما هو، زي ايه؟ زي ما هو الجنس، مثل الحيوان. فإنك مثلا إذا سئلت ما هو الإنسان، ما هو الفرس، ما هو الحمار، ما هو الكلب، يقع في الجواب عن ما هو، عن الأشياء المختلفة دي، الإنسان والفرس والحمار كله ايه، يقع الجواب بالجنس حيوان. إذن فأجبنا بهذا الكل عن كثيرين، إنسان والفرس والحمار والغراب، بإيه؟ بالجنس. فوقع على كثيرين، ولكن هل مختلفون في الحقيقة أو لا؟ لأن حقيقة الإنسان غير حقيقة الفرس غير حقيقة الغراب، مختلفين. وإن شئت قلت في تعريف الجنس، ويصدق عليها في جواب قول القائل ما الإنسان والفرس والحمار، فقال في الجواب إيه؟ يعني يصلح أن يكون جوابا عن الكل أو عن هؤلاء المختلفين في الحقيقة. وإن شئت قلت في تعريف الجنس هو جزء الماهية الصادق عليها وعلى غيرها. يبقى إذن الجنس إما أن تعرفه فتقول كلي، مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة واقع في جواب ما هو، أو تقول في تعريفي، يعني هذا يصلح وهذا يصلح، فتقول هو جزء الماهية الصادق عليها وعلى غيرها، لأنه هو أعم، فهذا صحيح وهذا صحيح. وثانيها فصل، وهو جزء الماهية الصادق عليها في جواب أي شيء هو المميز لها عن غيرها. يبقى افهم كده، المنطق مفهوش غير ايه؟ أداتين للاستفهام فقط، يعني إما أن يستفهم بما
أو بأي، ما عندوش لماذا وما عندوش لما وما عندوش حاجتين، يا إما إيه ها ما هو أو أي شيء هو. يبقى إذن السؤال بأي، ها يبقى عشان إيه أي ذه، يعني أي شيء يميز هذه الماهية عن المشارك لها في الجنس، يعني ماهية الإنسان وماهية الفرس مشتركين في جنس واحد، فأنا أقول لك أي شيء يميزه في ذاته. يبقى إذن الإنسان نقول ناطق، فبهذا يكون فصل، يعني فصلنا بينه وبين المشارك له في جنسه، كلمة فصل يعني قطعنا إيه، ميزنا، جعلنا هذا نوع وهذا نوع. الفصل يعني معناه التمييز، بنميز، لما نميز بين الأشياء يعني عملنا فصلنا، كما قال تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب، يعني يفصل ذا عنده. الأول كانوا إيه كل خبيث أو كل طيب، فلما ميز، ها وفي برضو كده ليميز الله بالتشديد كده الخبيث من الطيب. كيف يميز؟ يجعل الخبيث بعضه على بعض، يعني يخلي الخبيث وحده والطيب إيه واحد. كالناطق بالنسبة للإنسان، يبقى الناطق بالنسبة للإنسان ده إيه؟ ها؟ فصل، لأنه ميزه عن المشارك له في الماهية اللي هو الفرس أو غير الفرس أو الجمل مثلا. وثالثها ها؟ وثالثها عرض عام وهو الكلي الخارج عن. لماذا سماه عام؟ لأنه الخاص ده مختص بالماهية، أما العام يعني يشملها، يصدق عليها وعلى غيرها، يعني ليس خاصا، يعني الإنسان ماشي والفرس ماشي والكلب ماشي، فلا نقول ماشي هو صحيح عرض ولكنه ليس خاصا به. إنما الضحك، هل يمكن تجد مثلا غراب يضحك؟ لا. هل تجد مثلا يعني حمار يضحك؟ لا يمكن يضحك، ولو قلت أمامه ألف نكتة لأنه حمار لا يضحك، ولو ضحك عن افتراض فإنه يضحك عليك. وهو الكلي الخارج عن الماهية الصادق عليها وعلى غيرها، ده يسمى إيه ده؟ عرض إيه ها؟ عام. كالماشي بالنسبة للإنسان ولا يقع العرض العام في الجوانب. يعني لما نقول ما هو، ها لو سئلنا عن الفرس والإنسان والحمار والكلب فنقول إيه حيوان. طب إذا سئلنا عن المميز للإنسان عن الفرس فنقول ناطق. طب إذا سئلنا عن ما يميزه ليس في ذاته، يعني ما هو خاص به، فنقول ضاحك. أي شيء يميزه، أي شيء هو عرض له يميزه عن غيره. أما كلمة ماشي أو متنفس هذا يسمى عرض عام، فلا يقع في الجواب. ليه؟ لأنه لا يميز. يبقى إذن العرض العام ده لا يقع في الجواب أصلا. ورابعها نوع وهو الكلي المقول على كثيرين متحدين في الحقيقة في جواب ما هو كإنسان، فإنه يسبق على زيد وعمر وبكر. يبقى إذن النوع، شوف كده، شوف انظر إلى تعريف الجنس وإلى تعريف النوع، تجد إيه؟ ما هو تعريف الجنس؟ ها؟ اقرأ تعريف الجنس إيه؟ ها؟ ها؟ هنا في النوع كل ما نفس التعريف إلا أنه يختلف في كلمة واحدة، كلي مقول على كثيرين متحدين بالنسبة للنوع، أما الجنس مختلفين.
برضو واقع في جواب ما هو نفس الايه نفس التعريف، فهذا يقع في جواب ما هو وهذا يقع في جواب ما هو، إلا أن النوع كثيرين متفقين أو متحدين، والجنس كثيرين مختلف. يعني مثل إيه؟ لما تقول ما هو كإنسان فإنه يصدق على زيد وعمر وبكر، فيقع جوابا عنها في قوله في مثل قولك ما زيد، تقول مين زي ما زيد ما بكر ما عمر، فيقال في الجميع إنسان، يبقى الإنسان ده كله مقول على كثيرين متحدين في الحقيقة. يبقى إذن لما نتكلم عن الكليات الخمس هنقسمها إلى إيه؟ جنس، نوع، فصل، خاصة، عرض، عام. إيه الجنس؟ كل مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة واقع في جواب ما هو. طيب النوع نفس التعريف بس إيه؟ كثيرين متحدين أو متفقين. طيب الفصل؟ كل مقول على كثيرين متفقين في الحقيقة، لكن إيه الفرق؟ يقع في جواب أي شيء هو، يعني نفس تعريف الإيه؟ النوع، إلا أنه يختلف بس في السؤال، لا يقع في جواب ما هو وإنما يقع في جواب أي شيء هو. طب والخاصة؟ كل يقع في جواب أي عرض هو. العرض العام كل خارج عن الماهية صادق عليها وعلى غيرها ولا يقع في الجواب أصلا. والفصل نقسمنا الآن دلوقتي ليه؟ الجنس والنوع الفصل الخاص والعرض العام. الفصل في قريب وفي بعيد. طب كيف نعرف أن هذا فصل قريب وهذا فصل؟ إذا ميز الفصل الماهية عن المشارك لها في الجنس القريب يسمى فصل قريب. يعني الذي يميز الإنسان عن المشارك له في الحيوانية اللي هو الناطقية والفرس الصاهل، هذا يسمى فصل قريب، لأنه ميز الفرس أو الإنسان عن المشارك له في جنسه القريب. أما إذا كان المميز للماهية عن المشارك لها في الجنس البعيد فهذا يسمى فصل بعيد، يعني كالذي يميز الإنسان مش عن الفرس، يميز الإنسان عن إيه؟ إيه اللي فوق الحيوان؟ الجسم الإيه؟ النامي. يعني مثلا حساس، هذا ميز الإنسان مش عن الفرس، عن النبات، فهذا يسمى فصل بعيد، لأنه إيه؟ ميزه عن المشارك له في الجنس البعيد. أما الذي يميز عن المشارك في الجنس القريب يسمى فصل. وقس على هذا، فالفصل إما قريب وإما إيه؟ طيب بالنسبة للعرض العام، في عرض عام لازم وفي عرض عام مفارق. يعني العرض العام اللازم، ايه معنى لازم؟ لازم يعني غير مفارق. ما معنى غير مفارق؟ يعني لازم، يعني الذي لا يفارقك، زي ايه؟ الانسان متنفس. كلمة متنفس دي، هل التنفس ده ملازم لك؟ لما انت ممكن تكتب النفس تقعد 5 دقائق ما تنفسش أو دقيقتين، فتكون في هاتين الدقيقتين غير متنفس، صح ولا؟ إذن كيف يكون التنفس عرض عام؟ ما هو مش خاصة، لأن الفرس يتنفس والكلب يتنفس والقطط تتنفس، إذن كيف يكون لازم؟ قال لك اللزوم هنا ليس بالفعل وإنما هو اللزوم بالقوة، يعني معناها هو متنفس، يعني من شأنه أن يكون متنفسا سواء بالفعل أو بالقوة، فهذا يسمى إذا متنفس عرض عام لازم بالقوة ساعة أنه لا يتنفس. أما إذا تنفس يبقى متنفس بالفعل، زي ما نقول أن الضحك خاصة للإنسان، تقول لي أخي ده في إنسان والله ما رأيته في حياتي يضحك، فكيف تقول الضحك خاصة؟ هذا الإنسان ما ضحك أبدا،
عايش في هموم وغموم ونكد وكرب وجنائز ومصائب، لكن هل يمكن أن يتأتى منه الضحك؟ يبقى إذن هو ضحك، لأنه من شأنه أن يضحك وإن لم يضحك. زي ما أقول على الإنسان كاتب وإن لم يعرف الكتابة، لكنه من شأنه أن يتعلم ويكتب. إذن فالكتابة تكون خاصة، لأنك لو أردت أن تعلم الحمار الكتابة لا يمكن، أما الإنسان يتعلم. يبقى إذن الإنسان كاتب بها بالقوة وإن لم يكن كاتبا بالفعل. يبقى إذن ما الفرق بين القوة والفعل؟ يقول لك ضاحك بالقوة، أو مثلا نجيب طفل فنقول هذا الطفل رجل بالقوة، ولكنه بالفعل هو إيه؟ طفل. أما أنت رجل بالفعل. يبقى إذن فهمنا الفرق بين القوة والفعل. القوة هي إمكان حصول الشيء عند عدم حصوله، أما الفعل هو حصول الشيء بالفعل. فهمنا كده ولا ما فهمناش؟ يبقى إذن كل إنسان ضاحك بس بإيه؟ ها؟ بالقوة. أما من يقهقه وتجده يضحك، يبقى هذا ضاحك بالفعل. زي الآن يقال عني إيه؟ آكل، لأني لو أتيتني بأكل أو بمشويات آكل، وأنا الآن لا آكل إنما أشرح. لكن إذن أنا الآن آكل بالقوة، لأنك لو وضعت الأكل أمامي فسوف أكون أول الإيه؟ الآكلين. يبقى أنا آكل بإيه؟ بالقوة. لكن عندما أمضغ يبقى هذا اسمه إيه؟ أكل بالفعل. عرفنا الفرق بين الفعل وبين القوة؟ يبقى إذن عندما نقول الإنسان متنفس، يبقى كل إنسان متنفس، فهذا عرض عام ولكنه إيه؟ لازم. بس متى يكون لازما؟ إذا كان بالقوة. طيب مفارق زي إيه؟ سريع الزوال. يعني المفارق اتنين، في مفارق يزول بسرعة وفي بطيء الزوال. يعني مثلا واحد مثلا حمرة الخجل، يعني إنسان إيه؟ عنده خجل، عنده حياء، فيحمر وجهه ولكن تزول هذه الحمرة، ما تقعدش كده ثابتة في وجهه. إنما الشيبذة عرض عام ولكنه إيه؟ بطيء، يعني ما بيظهرش مرة واحدة، يظهر به بالتدريج. فهذه هي أقسام الإيه؟ العرض الإيه؟ العام. وخامسها خاص، يعني خاصة بس حذفت الإيه؟ التاء الإيه؟ للضرورة، وهو الكل الخارج عن الماهية الخاص بها كالضاحك بالنسبة للإيه. ثم قال وأول ثلاثة بلا شطط، جنس قريب أو بعيد أو وسط. يعني حيتكلم هنا عن أقسام الجنس، فالجنس هنا يا إما يكون قريب يا إما يكون إيه؟ جنس متوسط أو جنس إيه؟ بعيد. وأيضا حنتكلم عن أقسام النوع، فبرضو النوع له إيه؟ له أقسام، والجنس له أقسام. وهذا هو محل الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم صل أفضل. أفضل صلاة على أصحابه.